طبعا اليوم راح اشوفكم الفرق بين الحمامات الالمانيه النظافه بعض النظافه شباب بعض والحمامات الرومانيه القذره زين. هاي الحمامات بعض الارضيه بعض النظافه هاي الكمات الالمانيه. يقول لك ليش تعوف رومانيا وتروح لغير دول؟ يعوفها من الجيفه اللي بيها من القذاره اللي بيها يعوفها. يا اخي باع بشربك باع الحمام باع. شوف النظافه زين. هذا التواليت العطر بعد الترتيب باع. تفضل شاهد شاهد هذا الحمام الالماني مال الكم الالماني اللي هو انظف حتى من بعض البيوت البرومانيه. زين هاي الكمات الالمانيه. تفضل هذا الكم بعد النظافه البيت تكسي احترام تقدير عكس الروماني. الروماني يا اخي الروماني شوي اصحوا على نفسكم. جاي تاخذون فلوس لجو انتو اصحوا اصحوا تعاملون البشر كانه ما يشتغل عندكم. تفضل تفضل هاي الحمامات يلا تحكي ويا الروماني يقول لك جابك يا ابني احنا ما جايين يمكم انتو تشلبتوا فينا انتو بصمتونا. طبعا اليوم رح اشوفكم الكم اللي بتي مشواره طبعا تمام الكم اللي بتي مشواره روماني بس بعض. هذا بالمناسبة هذا أنظف حمام موجود. هذا أنظف حمام موجود. شوف شوف أنظف حمام. شوف خلنا نشوفكم المطبخ. شوف المطبخ شوف القذارة والوسخ زين. ما احكيلكم على الوسخ والقذارة. شوف طبعا هذول كلهم ما يشتغلون على عطلات طفيهم هذول ما عدا الفسفس وهذول. شوف 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 القذارة باع. باع القذارة طيب حمامة. بعد قذارة زين. وهاي هنا اطفالي اشوفكم الفسفس اكلهم دود وفسفس. شوف كم قذر كم وسخ زين كم مين عاش بي يعني صدر غير صالح للسكن زين. شوف اطفالي دمروا وخلينا هنا وهذا الكم ابى اشوف المنظمات الانسانيه الدنيا وينها. طبعا بالمناسبه السكرتيه اخطر حق اخطر ناس بالعالم. انا ما شايف سكرتي يضرب لاجئ عيني عينك زين. سكرتي يضرب لاجئ بعد بس بعد اطفالي بس بعد بس بعد بعد اطفالي بعد اطفالي زين. القذارة والوسخ مصايرة القذارة والوسخ مصايرة زين. شوف 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 هاي 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 ذول يحجون بالإنسانية باعوا اليدين اكو هيش قرص بس باع زين باع باع باع. هاي غرف هاي نعاش بيها باع القذارة والوسخ زين. هذا بمناسبة تنظيف طبعا صار شهر ينظفون بي زين. بعد العالم وين تنام؟ العالم تنام برا زين.